تلفزيون. احمد ربنا ان في سراير. يا نهار اسود يا ميل. ايه الريش ده؟ لا تنسوا اغلاق النافذه، نحن في وسط الغابه. طب وفين الحمام؟ كيف سنقضي حاجتنا؟ الحمام في الخارج. طب ده ما فيش تليفون، هنصحى ازاي وكب كول يعني؟ نريد ان نستيقظ في السادسه صباحا، كيف؟ تعمل ايه؟ قال لك هذه على الباب. شكرا. علق هذه على الباب. معقولة هان الملل اللي احنا فيه ده؟ يا سلام، ده أحلى حاجة في الدنيا دي الطبيعة. سمع؟ سمع صوت الطيور عامل ازاي؟ صوت الطيور. يا ساتر يا رب! ايه ده؟ يا حسام عادي يعني، احنا في غابة وكده.